جماهير الشعبية جماهير الشعبية وتحية نضالية جماهير الشعبية تحية نضالية جماهير الشعبية تحية نضالية المدرسة العمومية 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 تهجينا 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 حقوقنا اللي بغينا حقوقنا اللي بغينا على الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا حقوقنا اللي بغينا حقوقنا اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا الحوار اللي بغينا الحوار اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا الكرامة اللي بغينا الكرامة اللي بغينا على الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا الكرامة اللي بغينا الكرامة اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا المدرسة العمومية اللي بغينا العمومية اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا على الجينا واحتجينا حقوقنا اللي تمثلنا والخلاصات التي انتهت إليها لا تمثلنا ولا نلتزم بها. نؤكد من هذا الموقع بأننا كنا مسؤولين لما أعلنا عن وقفة وجرى اتصالات من طرف السلطة المحلية وأبينا إلا أن نكون مسؤولين ونسجل الموقف. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أنا اللي خصني نقول لكم هو أن هذه الوقفة الاحتجاجية جات نتيجة أن المديرية الإقليمية ما تجاوبتش مع واحد الطلب اللي حطيناه لها باش تحاور معنا أو تكون كوسيط بيننا وبين المؤسسات العمومية. بالرغم من أن السلطات المحلية كانت عطاتنا وعد باش أن المدير الإقليمي غيجلس معنا، لحد الآن أكثر من أسبوع دابا وحنا كنتسناو المدير الإقليمي يتكلم معنا ما تكلمش، وحنا اللي كنطالبوا به دابا هو أن كنطالبوا الخدمة مقابل الخلاص. هذا هو اللي كنطالبوا به، يعني المؤسسة ما خدمتش مع الوليدات والو، وكتسنى أنها بغات تخلص كل شيء. بالإضافة لأن حتى مسألة الوساطة ملي كيديروا معنا الوساطة كيخليوا المؤسسات كيتحاوروا معنا بأسلوب واحد، أشناهو؟ هو أنك متضرر أو غير متضرر. أنا ما كنتكلمش على متضرر ماديا أو ماشي متضرر، بالإضافة لأن المؤسسة حتى لو فرضنا أنك كنت متضرر كتطالب لك بوثائق، جيب لي وثائق اللي كتبت على أنك متضرر. كاين بزاف الآباء ما عندهمش وثائق كيتبتوا على أنهم متضررين. احنا الضرر اللي عندنا هو انه ان وليداتنا ما قراوش في ظل هذا الحجر الصحي وفي هذا الكونفينمون ما قراوش الوليدات. فاذا بالمؤسسه كطالبنا بالترونسبور كطالبك بلا كونتين وكطالبك بالخلاص الكامل، وهذه غير جزء من المطالب اللي ديالنا احنا. وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.